الاهلي فين ويلعب بالناشئين كان احسن قرار. الاهلي محتاج، الاهلي هيجيب مدرب اجنبي، وفي يعني كلام بيتقال كلام خلال بتسمع فتره، كيروش مش عارف، في ناس يقول لك رجع فايلر، طب نشوف حد جديد بس يكون مناسب وسي في قوي عشان يبقى مناسب لتاريخ النادي الاهلي وستايل لعبه وطريقه لعبه. كابتن كشري شايف مين مناسب للاهلي الموسم القادم؟ الاهلي يتعاقد مع مين؟ هل كيروش، فايلر، ولا اسم تاني وطريقه اللعب؟ يعني الحاجات دي كلها. بص يا كابتن كريم، وجهه نظرنا النادي الاهلي عايز مدرب يكون له اسلوب هجومي، لان النادي الاهلي معظم الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي هي اللي بتبقى عامله حساب اكتر النادي الاهلي. طبعا اسلوب هجومي يبقى برضه بيدافع كويس، ما اجيبش مدرب بيدافع بس، انا ما اجيبش المدرب اللي يقول لك بيدافع كويس، طب ما انا النادي الاهلي معلش في 20 30% انا راكب بيهم اي فرقه وانا نازل الملعب، اسم النادي واللعيبه اللي عنده امكانيات الفريق وجمهوره وعراقه النادي، فبالتالي انا بنزل ببقى بهاجم. جمهور الاهلي بيحب المدرب اللي بيلعب كوره جميله، كوره ممتعه ويكسب. النادي الاهلي لو كسب مباراه وهو شكله وحش ما بيبقاش مبسوط، فبالتالي انا عايز مدرب يكون ليه اسلوب، ليه طريقه لعب، ليه شخصيه. المدربين المعروضين كلهم مدربين كويسين. النادي الاهلي اعتقد بعد الموقف اللي الفريق مر بيه الموسم ده هيبقى الاختيار قوي، هيبقى الاختيار عارف اللي هو ايه، يعني بنفخ في الزبادي اللي هو بمعنى ايه، انا خايف اجيب واحد كويس وما ينجحش معايا تاني، فممكن يبقى الاختيارات من حد شغال او اشتغل قبل كده في افريقيا واشتغل مع فرق مصريه بالذات. فعشان كده الاتجاه رايح او الكلام بيتقال كروش، فايلر، جروس، سمعت جروس، سمعت بوميل بتاع بتاع كوديفور، وان كان بوميل يعني ما اشتغلش، لا في واحد كمان رابع اتقال اسمه ان هو موجود برضو كان درب يعني فايلر وكروش واعتقد بوميل وجروس الاربعه دول. ايا كان جروس طبعا عنده خبرات ودرب نادي الزمالك وراجل نجح معاهم ومدرب موفق، انا اقولها لك بالبلدي موفق، ممكن ما يبقاش مقنع في تدريبه لبعض داخل نادي الزمالك وانا عارف يعني، وطبعا قريب مني كان الجهاز بتاعه، لكن هو عنده التوفيق، احيانا التوفيق بيبقى طبعا اهم. كروش مدرب اشتغل مع منتخب مصر بس كان بيميل للطريقه الدفاعيه قوي، يعني تكتل دفاعي زياده على اللزوم وبيعتمد على المرتدات، لكن النادي الاهلي لا عايز يلعب بطريقه هجوميه من صح البدايه. صح. فايلر يعني حضرتك شايف